السلام عليكم. هذا النهار غادي نشارك معكم الرفيسه. ياك حالتي الغديوه ديالنا هذا النهار ان شاء الله. هذا النهار دابا العطله هذه فوقاش ما كان فوقاش ما تغدينا فوقاش ما تغدينا. واخا خالتي قولي لنا بعد المقادير شنو درتي هنايا؟ شنو عندك هنايا؟ عندك هنايا الدجاجه. عندي الدجاجه ايه، عندي البصله وشويه المعدنوس ايه، عندي الثومه السودانيه، عندي سكينجبير، خرقوم، الابزار ايه، وهادي قوليها لي انت بنتي انا ما كنعرف. سميره هي مولات العشو. سميره شنو هاد؟ شنو هادي؟ هادي شنو هي؟ عندك بسيبيسا، وهادي قله، قاقله، هادي ويويره، وهادي خدنجال. هاكو كان ورقه سيدنا موسى نمشي بالعربيه نروح سيدنا موسى. نقرب الكاميرا، وهادي العشو. واخا تي نقرب لهم هادي الكاميرا. اي داك راس الحانوت هنايا عندنا هذا قاقله، هو راه حطيته لكم هنايا حبوب. وهنا ورقة سيدنا موسى، هنا النويويرة، وهنا يا خدنجال، وهنا يا بسيبيسا. باش يبان حيت لهم هذه ها القاقلة راه تقريبا هنا مدقوقة وحاطينها اي هذه باش تبان لهم. انا ما كنعرفش سميتهم بالعربية. وهذا راس الحانوت، راس الحانوت وهنا الحلبه خلاص من بعد غنديروها مع العدس. الحلبه غادي نطيبوها بوحديتها مع العدس. الدراري ما كيبغوش ياكلوا لنا الحلبه. اي غنديروها مع العدس. غادي نطيبوه بوحديته باش اللي بغى شي حاجه ياخذها. شي حاجه غادي نديروها له. وعندنا خلاص اللي ما كتخطاناش زويته بلديه الزيت. بسم الله. دير لنا خلطه الدجاجه. البصله خالتي شحال درتي لنا هاد البصلات؟ ما قلناش أربعة ثلاثة وحدة كبيرة. علينا أربعة معاوطين ومقطعاتها خالتي سنانف. نزيدو بلاتي عاوتاني شوية شي جوج. هادي طبي هاد الدجاج من بعد نزيدو شوية نزيدو شي جوج. صغيرة هادي معاك. أييه دابا حتى رفيزة خالتي غطيبيها لنا في الماء. أييه إيوا علاش؟ تا هي على الكانون. كلشي على الكانون. دابا درتي لينا بسيبيسا. سيبيسا هادي هاديك قاقلة. نويويرة. هذا الخدنجال كيدار كحب احنا غسلناه وشمشناه. هذا سكينجبير ايه، هذا البزار، وهذا خرقوم. هذا العشو راس الحانوت. راس الحانوت انا كنعرف شنو نهضر بالعربيه بزاف. نقول لهم واخا شي شويه غنبدا نهضر بشلحه. نهضر بشلحه. هذه الشرث. هذه الثومه. هذه الشرث اليونت السودانيات ايه. والحار حنا ضروري بالحار. ورقه سيدنا موسى خالتي لا تنسيها. رقه سيدنا موسى. قلنا شويه الملحه واخا الملحه في الدجاجه نزيدو شويه الملحه. ايه خالتي الدجاجه شرملتيها من قبل. مشرمله من قبل راها. الدجاج ملي كنشريه كنشرملو عاد كنحطو في الثلاجه. خصو يبات في الثلاجه مشرمل. اييه الصباح عاد خصو يتجمع. كديري غير تحت في الفريكو. اييه باش كيشرب الشرموله ديالو. ومنين تبغيو طيبوه طيبوه مزيان كيجي مزيان. دابا غدير لنا خلطه ربيطة المعدنوس. دير ربيطة المعدنوس الملح نديرو غير شويه حيت حسن نبقو المركه. اي حيت الدجاجه اصلا مملحه. ولا غير شويه الملح. الصلاة على النبي. سيدنا الحبيب. دابا خالتي غتروي لنا. اييه ندير فيه الماء. مازال نزيد فيه الماء باش يطيب بالماء ديالو. اييه مازال نرويو.
في مره غديروا قياس الماء ديالو في مره. سوخ هاد زايد خمانه هي مزيغه دغيا تسين تعرفها منك. وتحيه للعرب والشلوح كلنا خوت كلشي بحال بحال. دابا خالتي غتديها تحطيها في الكان. خالتي بعدا مواش دار مناصب. منين طيبت عليكم الفطور في الصباح؟ أييه درنا الحشرة في الصباح فطرنا بها. دابا حنا تقريبا منين جينا ديما الفطور الغدا العشاء كنديروه على العواد. كدير لنا خالتي في الصباح هكا عود كبير صافي كيبقى كنستعملوه. صافي دابا كيطيبها غادي نزيد شويه د الماء. اييه غنخليو الدجاج ديالنا نزيدو له الماء ونخليوها طيب مزيان ومن بعد غادي ندوزو للملاوي ان شاء الله. دابا خالتي راه غلات تقريبا علينا طيب لنا الدجاج دابا راه كطيب خلينا غير شويه طيب غير صراحه المريقه يا سلام مع العطور وداكشي غزال. دابا خالتي غتسدي عليها العجينه عجنتي خلاص العجينه راه معجونه غادي نخليها تطلق باش شويه باش العجينه عادي عجينه الملاوي. هي العجينه الملاوي غير ما تكونش جاريه بزاف. لا ما تكونش جاريه والعجينه الملاوي ما يقويش فيها الزيت. هي حنا في الفريق غنشوفوا كيفاش كتفرقي غير شويه باش ما خالتي قاس حدا الرنجه حاطه عجينتها. خالتي دابا عجنتي العجينه عادي بحال الملاوي عادي بحال الملاوي الملاوي وصافي ما كتندير فيهمش الزيت مزيان. اييه شويه باش ما يد مين اصلا خالتي تبارك الله الملاوي ديالك ما كيجيوش ميد مين كيجيو ناشفين. هنايا فرقتي لنا العجينه فرقتها خالتي في الصيني. اييه زعما بدي حطيتي دابا غتفرقيها عاديه بحال الملاوي. اييه وتا هما خالتي طيبوهم لنا على العواد. تا هما طيبوهم على العواد. دابا حنا هنايا حتى خلاص الدجاجة ديالنا طابت والعديسة درناها في كاسرونة بوحدها عاود الحلبة درناها في كاسرونة بوحدها مكيبغيوش الحلبة وخدينا المريقة ديال الدجاجة درنا الكل من العدس والحلبة حيت ذلك اللي مكيبغيش الحلبة الساعة اللي بغاها ياخدها. وغير بدات خالتي الريحة ديال الطاوة كتعطي كتغلي جاني الجوع ياك. كنتي والله الا راه واخا العجينه كتبان لكم غليظه ولكن راه تبارك الله كتجي ملويه رقيقه. هكا الملاوي ديال زمان. اييه هكا كنا كنديروهم وكنطيبوهم فوق الفراح. اييه وما دابا كنديرو غير حنا خالتي غير جوج طويات تشتكوا قبيله وانت طوي هما طويات وكتجي سكينه. كتجي رقيق رقيقه مسكينه رقيقه وما مورقاش واش غادي الرق ما كيورقش الغلط اللي كيورق ياك وشنو دابا الملويه منين تخليها غليظه دابا خاطر غتهزي. اييه ومنين تخليها رقيقه وتضربيها واش من الورق غادي يكونوا فيها عاد قلتوا له نقصوا ما كديرها خالتي كبيره على حساب الطاجين شويه صغير وما كان طاجين كبير كبير نشرو ان شاء الله زعما نلقاوش هادو كيدورو شحال هادي كانوا كيدورو العطاطر كانوا كيدورو العطارة هاي كان الخير والبركة في الزرع كيجيبو داكشي الطاجين الفاخر وكيقولو مفرح كيديرو بيه بغرير وكيديرو بيه كلشي. دابا خالتي جاتها هادي صغيرة وخا هي صراحة ما كبيرة هادي اللي كيجاتها صغيرة خالتي ديما كتعجبها دير كلشي كبير باش غا جوج تهناي طيبي جوج طيبي وحدة. دابا كطيب غير على الجمر غير بشويه حيت المقله سخيخنه ملي كتسخن كتبدا تحرق كتحرقهم
كاين خالتي جوج مبارك اللي نحتاجو نحتاجو ما تحقش. ايوا خالتي دابا كديرها من الويات في الطبيعه في الهواء الطلق. الله شوفيها خالتي دابا واش شوفيها واش تحمرت شويه. لا مازال كنت تحمرت راه كتبان. منين كتبان خالتي؟ ها هي مازال خضره هنا. حتى ما كتبقاش ديك العجينه. اي طيبين هادي مازال خضره. وياه ما تقلبش. مازال خضره ملي كيطيبو هادو كاع كيوليو بحال هادا عاد كيطيب. دابا خالتي بين ما طيب الاخرى تفرقي لنا وحده اخرى. انا داك الزيت بسم الله الشيء كتجي مذهبه غزالة الصراحة. الله الشيء كتكسك كتنفخ يا سلام. والله لا جوف مني انا صافي دابا ساليتينا. صافي سالي دابا دابا غادي تسقي. هيا المريقه كتسخن هي خصها ما تبقاش سخيخنا باش ديري مريقه في الاول هنا على الكاميرا باش ما نحمس. هي حاجه راه موجده المليويات درناهم في الفران بعد ما سالات. طيبناهم قطعناهم ودرناهم في الفران. تقرملوا. أيه. هما في الفران كيجيو واقفين صراحة الله حسن من التفوار حيت كاين خالتي اللي كيفورهم. لا 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 دير تفوار ملي كيتفوروا كيجي الخبز ملكز شوية. هذا في الفران كيجي واقف. أيه خاطر كتسقي ما بين كل حطة وحطة باش كلها كتشرب. أيه باش كلها كتشرب ما تبقاش شي شارب الماء وشي لا. وهنايا شي قطعنا تقطيعه تقليديه غير عادي كلشي تقليدي. هزي خالتي بهاديك الا بغيتي تهز لك البصيله هزي بديك الصفايه. الدجاجه ديالنا حمرناها الفران حتى هي. لا عاد طيبناه. اييه دوم بالمرقه ديال الدجاج. اييه وتا هو بنفس العطور. اييه بكلشي حيت الدراري شي كيبغي العدس وشي ما كيبغيش. داكشي اش حطينا كلها. اييه هي صراحه الله بالعديسه كتجي مزيونه. كتجي مزيانه ولكن الدراري ما بغناش هنا. قلنا والحلبه خلاص غنديروها في زليفات بحتي حتى هي بالماء حتى طاب الدجاج. اييه هزينا المرقه ديال الدجاج طيبنا بها الحلبه. اييه حيت الدراري ما كيبغيوناش الحلبه في وسطها ناكلوها هكا بالمعالق نبغى يديرها من الفوق. اييه بارك الله بغا يزيد. اييه صافي دابا ان شاء الله غادي نحطو الكسيعه ديالنا. اييه
خالتي دابا رفيستنا وجدات، دابا رفيستنا وجدات، حنا ذوقي وردي عينا الخبار. بسم الله. ايوا لالا بالصحة والراحة، يعطيك الصحة. المشاهدين حفا ليهم يديروها لراسهم، يديروها لراسهم وسوا بصحتهم وبصحتهم. يلا لالا نمشيو نتغداو، دابا غادي نتغداو.